تحت رعاية سعادة النائب مجدي يعقوب، نظمت شبيبة القديس يوحنا المعمدان في مادبا يوما رياضيا أقامته في الجامعة الأمريكية. شارك في النشاط 7 شبيبات قادمين من مختلف مناطق المملكة، وقد حضر فعاليات هذا اليوم عدد من الأباء الكهنة والراهبات وجمع من الطلبة. المزيد في التقرير التالي. رعى سعادة النائب مجدي اليعقوب حفل الفعاليات الرياضية لدور المعمدان للعام 2022 بحضور ومشاركة الإعلامية وخبيرة اللياقة البدنية ريبيكا عودة، والتي نظمتها شبيبة القديس يوحنا المعمدان على ملاعب الجامعة الأمريكية في مادبا. وقد شارك في فعاليات النشاط 7 شبيبات قادمين من مختلف مناطق المملكة. تضمنت فعاليات هذا اليوم مجموعة من الأنشطة الترفيهية، شملت مباريات بين فرق الشبيبة في كرة القدم والسلة، كما أقيم ضمن النشاط سباق ماراثون طويل وقصير، حيث أعطت الإعلامية ريبيكا شارة البدء لانطلاق الماراثون. وقد حضر فعاليات هذا اليوم عدد من الآباء الكهنة والراهبات وجمع من الطلبة. ويأتي هذا النشاط الرياضي بعد انقطاع استمر 3 سنوات بسبب جائحة كورونا. مبسوطين كثير لعودة بطولة المعمدان اللي انقطعت لمدة 3 سنوات بسبب أزمة كورونا. نشكر جميع الشبيبات اللي حضرت معنا اليوم وشاركت. نشكر كمان قناة نورسات على التغطية الإعلامية وريبيكا عودة، وأكيد بالتعاون مع الجامعة الأمريكية على كل الدعم اللي قدمته لإلنا واستضافتها لإلنا بكل ملاعبها ومرافقها. نحب نشكر كمان خور رعيتنا أبونا فراس نصراوين اللي دعمنا وقدم لنا كل الدعم. بطولة المعمدان انقسمت لثلاث أقسام، بطولة كرة قدم، كرة سلة، وسباق. بتقسم لسباق طويل وسباق قصير. إن شاء الله اليوم كل الشبابات تطلع من عندنا مبسوطة، وبنرجع منكمل هاي نشاطاتنا السنة الجاي بكون حضور عدد أكبر وأكبر إن شاء الله. وقد ساهم بدعم هذا النشاط عدة جهات محلية، حيث أعرب مسؤولو الشبيبة عن شكرهم لهذه الجهات الداعمة، ومنها مكتب فضائية نورسات الأردن. النشاط اليوم كانوا داعمين له بصراحة داعمين كبار، اللي هو كان في عنا غير الجامعة الأمريكية عنا نادي الفيصل اللي كان موجود، عنا مركز حسين للسرطان، وفضائية نورسات من أحد الناس اللي شاركونا بهذا النشاط، وإحنا كثير مبسوطين أنهم موجودين معنا. لولاهم خلينا نكون واقعيين، لولاهم ما بيحيى هذا النشاط، ما بيكون موجود. فكل الشكر لهم وكل الاحترام لهم، وبدي أشكر يعني بريف سريع للمسؤولين اللي اشتغلوا على هذا النشاط. يعني احنا تقريبا من شهر 5 لجان المجلس الشبيبي شغال من يعني بدون نوم، فكانت الامور صعبه ان انت تجمع كل شبيبات المملكه تجمعهم عندك كثير صعب، تتواصل مع فلان وتتواصل مع فلان، فكانت الامور كثير صعبه. وبنشكر وزاره السياحه والنائب مجدي اليعقوب، عطوفة النائب مجدي اليعقوب، هم دعمونا بشكل رهيب. هيك نشاطنا بلش من فكرة وانتهى بنتيجة حلوة زي هيك، فهذا الاشي مشكورين عليه كل اللي ساهموا في نجاح هذا النشاط. وفي ختام النشاط قدمت الإعلامية ريبيكا الكؤوس والميداليات للفائزين من الشبيبات، كما قدمت الشبيبة درعا تكريميا للإعلامية عودة لدورها في دعم هذا النشاط.